أخبار اليوم. رغم كل الإنجازات اللي تمت في مستشفى 57-357 بفضل الله ومساعدة حضراته، إلا إن لسه في أطفال كتير جدا من الأشياء. طفل مريض السرطان بياخد 3 سنين في الحياة، مستشفى ما تقدرش تساعد كل العدد لأنها عايزة تخلص. الحمد لله وعدنا وفينا، عندنا هنا 60 سنين، 60 سنين هيعدوا بنات ويمكن يقولوا في المايه.